هل قال لك أحد ذات مرة إنه مشغول كالنحلة؟ إذا صح ذلك فتراجع إذن وافسح له المجال، لأنه على الأرجح ليس هناك أي كائن حي لديه أشياء ليفعلها أكثر من المخلوق الصغير المجتهد الذي نراه يطير من زهرة إلى زهرة. أجل، فنحل العسل يبدو وكأنه لا يأخذ إجازة، فحياته مليئة بعدد كبير من الأعمال والواجبات المختلفة، كل واحدة منها مهمة لراحة ورفاهية مجتمع النحل. أعمال حضرها الله الخالق العظيم وجهزها بها لتقوم بإنجازها بشكل كامل خلال حياتها.